أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 28 حزيران 28 ستة القمر اليوم رح يتنقل ما بين برجين اليوم رح يكون بالدلو أغلب النهار زي ما حكينا خلو مسار وخلو مسار طويل رح يستمر لساعات المساء وبرضه في نفس اللحظه الانتقال راح يصير من برج الدلو للقمر لبرج الحوت طبعا وبما انه القمر موجود في الدلو راح يكون معناته هو راح يكون في منزله سعد الاخبيه لغايه ساعات الفجر تقريبا وهي الحمايه والظفر والضرر والعقد راح ينتقل طبعا الساعه 2 و42 دقيقه صباحا من صباح يوم الاحد لا منزلة المقدم اللي هو القمر بنتقل لمنزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة لا ينتقل بعدها يستقر فيها مثلا بعطي أجواء جيدة بالنسبة لنا ومنستفيد منها يعني بتخفف علينا وطئة خلو المسار بأشياء إيجابية طبعا ومثل ما كل مرة بنحكي أن القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته منكتسب شوي من الصفات من صفات برج الدلو فعشان هيك بضل غالب علينا لساعات المساء انه منشعر بحاجه ماسه للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعيه منكون مدودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعه من الرفاق وتجربه اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عاده بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي. بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد. طبعا خلو المسار تقريبا بنقدر نحكي هو من السابعة وسبع دقائق بتوقيت غرينتش. طبعا إحنا بنأكد على أنه توقيتنا بتوقيت غرينتش. من الساعة سبعة وسبعة دقائق مساء ببدأ خلو المسار خلو المسار هذا راح يستمر لمساء اليوم الاثنين لغاية الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء طبعا الساعة سبعة وسبعة دقائق مساء اللي هو بتوقيت بث الحلقة اللي هو احنا في يوم, يوم او ليلة يوم الاحد احنا من بثها وتستمر معنا لليوم اللي حكينا طيلة النهار لغاية ساعات المساء للساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء للبدء انه نبدأ بشيء جديد او عمل مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء لأنه ما في زوايا طبعا وخلو المسار حكينا سلبي بنتقل القمر وبصير في برج الحوت وبما أنه رح ينتقل في ساعات المساء معناته من ساعات العصر ببلش التأثير النفسي يتغير عنا لأنه بتبلش تأثيرات برج الحوت هي اللي تغير في نفسيتنا فعشان هيك بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بنشعر بالضياع وما بننجح بالتركيز على موضوع معين ممكن نتذمر ونكشف عن متاعبنا للغير بنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة في هاي الفترة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح خصوصا الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آلة التصوير بالنسبة للزاوية الفلكية الوحيدة اللي راح تتشكل اليوم هي في ساعات المساء هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري، وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساءً. بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا، ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على بعض المكاسب المالية وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية. وبما أن القمر راح يكون موجود في الحوت أو يستقر في الحوت في ساعات المساء معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم الأربعاء 30 ستة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي يعني لصباح يوم الخميس أو فجر يوم الخميس واحد سبعة وراح يمكث فيها حتى تمام الساعة يعني يستمر خلو المسار للساعة واحدة دقيقة فجرا لا ينتقل بعدها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار المحدب 18 يوم في تمام الساعة 8 .13 دقيقة مساء بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة مزاجها اليوم سعيد بنسبة 30% القمر في الدلو بده ينتقل للحوت ورح يستقر في أو يستمر في هذا المكان لغاية واحد سبعة طبعا هو منتحس بنسبة خمسين في المية بالنسبة لعطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 15% في المية. الزهرة انتقلت وثبتت في الأسد حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 15% في المية. المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% في المية. المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% في المية. زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11/10 منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 20/8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1/12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء. منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة خصوصا إنه الأجواء جيدة بالنسبة لإلكم. حاول إنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك. اليوم ممكن يكون في نوع من انواع التحالف مع الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهم شيء انك ما تبقى وحيد حاول انك تخرج للقاء الناس قبل ساعات المساء لانه في ساعات المساء القمر راح يصير في الحوت بيت متاعبك فالاجواء راح تصير ضاغطه شوي عليك نفسيا وصحيا. برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم هذا اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة في ساعات المساء الأجواء بتتحسن لأنه القمر رح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية فممكن تنشط بين الأصدقاء أو اتصالات أو تتفاجأ بخبر معين بتعلق بأحد الأصدقاء. برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والإتصالات البعيدة وممكن تشارك اليوم في حملة أو ورشة يعني بتكون إلها ورشة عمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب للامتحانات خصوصا للطلاب اللي بيدموا امتحانات في الفترة هاي ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك هذا يعني بعطي انه اليوم هذا راح يكون في بعض الامور المميزه بالنسبه لك اهم شيء انك تعزز العلاقات الاجتماعيه والعائليه الفتره هاي مثمره على جميع الاصعده وممكن تحصل منها اشياء ايجابيه برج السرطان بتعيد تنظيم اموركم الماليه المشتركه من جهه ثم فرصه لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بتكون تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلافات والزعل حاول أنك أنت اليوم تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي في ساعات المساء بتصير الاجواء بتتعلق في المسائل اللي الها علاقه بالاتصالات البعيده والحوارات مع اشخاص خارج البلاد او ممكن انت تفكر في بعض الامور اللي الها علاقه بالسفر. برج الاسد بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بيتطلب تعاون من طرف ثاني اهم شيء انك ما تنفعل حاول الاضاءه على الايجابيات ما بينفعك اليوم التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعيه واعصاب بارده وحاول انك ما تتسرع باتخاذ القرارات في ساعات المساء الاهتمام بتصير في أمور لها علاقة بالأموال المشتركة يعني الأموال اللي بتكون أنت وشخص آخر شريك فيها يعني ما بتعود لك بالكامل فعشان هيك ممكن تهتم بموضوع العلاقة إما بدين أو إرث أو قرض أو حتى أمور لها علاقة بقضايا مالية برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجيا حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم حاول أنك تكون أكثر تنظيما حاول أنك تحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وأهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن لأنه القمر الآن في مراحل المقابلة بالنسبة لك بما أنه في البيت السادس ينتقل على السابع فطاقتك بتكون ضعيفة في ساعة المساء ممكن تهتم بأمور بتتعلق بالزوجة أو بالزوج أو بشريك العمل ولكن برضو بدك تنتبه لصحتك برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة ولكن في ساعات المساء بدك تنتبه لأن القمر رح ينتقل للبيت السادس فشوي بدك تنتبه لوضعك الصحي وحاول انك ما تخلي الاعمال تتراكم عندك لانه ممكن يصير عليك شوية ضغط على مستوى العمل او على شيء صحي. برج العقرب بتحتل الامور البيتيه والعائليه القسط الاكبر من تفكيركم، وممكن اليوم تجدوا تعاون من افراد العائله وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها ولكن ما تشتري أشياء ثمينة لأنه فترة خلو مسار أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان والثقة أو ثقة الأحبة ممكن تقلق اليوم بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الخامس اللي هو عشان هيك الأجواء بتصير إيجابية وأفضل لإلك بشكل كبير، فبتتحسن الأجواء من ناحية الحظوظ ومن ناحية عاطفية. برج القوس طبعاً اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أكثر من يوم أمس، ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار ممكن اليوم يعني شوي تشوف انه سرعه البديهه عندك عاليه ولكن مع خلو المسار حاول انك تركز باستطاعتك مناقشه الامور الصعبه وطرح افكار جديده ممكن تحصل على فرصه جديده اهم شيء انك انت تعرف تفسر مشاعرك بشكل جيد وتبرر مواقفك اليوم رح تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير في ساعات المساء رح يكون عندك اهتمام بمساله عائليه او مساله بيتيه رح تلفت انتباهك وتهتم فيها بشكل كبير برج الجدي ثم فرصه لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بدكم تحذروا من اي خطوه ماليه جديده لا سيما شراء حاجية ثمينة طبعا في ساعات المساء ممكن شوي الأجواء تتحسن لأنه رح تنشط فيها بالحركة ولكن الآن بتعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ وكبير أهم شيء أنك تتفائل طبعا زي ما حكينا في ساعات المساء راح تكثر عندك الاتصالات واللقاءات والحوارات وراح تهتم في بعض المسائل اللي بتتطلب منك ردة فعل أو إقناع لأن الأجواء بحاجة لهاي لها القدرة من الفلسفة أو سرعة البديهة لتدارك كثير من الأخطاء جدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود. بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي. الفترة هاي من الآن لغاية ساعة المساء بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود. عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور. بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر إذا ركزت في ساعات المساء، طبعاً الأجواء رح تتحول على بعض المسائل المالية أو حل بعض المسائل المالية أو ممكن تهتم ببعض الأعمال الإضافية اللي ممكن تحقق من خلالها أرباح. برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حافظوا على تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل حاول إنك تكون شوي نشيط لأنه الأجواء كلها في ساعات المساء رح تتغير رح تمنحك طاقة وتعوض كثير من هاي الأشياء اللي ضغطتك خلال اليومين اللي مضوا لأن القمر رح يصير عندك فعشان هيك الأجواء بتتحسن بشكل ملحوظ وكبير طبعا هيك أنهينا حوارنا بالنسبة لتوقعات اليوم والآن رح نروح لفقرة سؤال وجواب طبعا في بعض الأشخاص بيفكرون نسيت أو تناسيت موضوع سؤال انطرح علينا من فتره وحكينا عنه اللي هو عن الروح وعن النفس وحكينا انه بدنا نشرح واعطوني رايكم ايش معلوماتكم انا منسيت الموضوع الموضوع لانه شوي بحاجه لنوع من انواع التركيز بحاجه ل يعني نحكي الجاهزيه لبعض الامور فيه فعشان هيك اجلته مش اجلته لمدى طويل بس لايام وان شاء الله انه راح نحكي في هذا الموضوع لانه الموضوع شيق ومهم راح تستفيدوا منه وراح يفيدكم باشياء كثيره في حياتكم لانه راح تختلف نظرتكم لكثير من الامور وتتحسس يعني تتحسن بعض الافكار عندكم اللي من خلالها ممكن انتم تستفيدوا اكثر في سؤال ثاني انطرح برضو اجلته لانه هذا السؤال سبق أني أنا شرحته في حلقات قديمة يعني ولكن بدنا نرجع نحكي فيه مرة ثانية اللي هو لأنه ظهرت هاي المسألة على الساحة مرة ثانية أو في ناس بل رجعت ترددها مرة ثانية السؤال بقول السلام عليكم أستاذنا الغالي ربنا يشفيك مؤخرا في ظاهرة جديدة اسمها توأم الشعلة أو توأم النفس احنا كنا نسمع عن توأم الروح في ناس كثير ملخبطة أو ملخبطة من هذا الشيء لو عندك شيء ينفع من علمك إن شاء الله ربنا يفتح علي وعليك إن شاء الله للحاجة هذا سؤال شو رأيك في مسألة الناس أو شو رأيك في الناس الزهريين أو اللي بنحكي عنهم زهريين جزاك الله خير طبعا هدول السؤالين مش سؤالين سهلات هدول سؤالين صعبات اه سبق وانه لمحنا او حكينا عن توأم الروح اه ولكن لانه بلش رجع اشخاص يكرروا هذه المعادلة ففي صار لغط كثير او انفهم الموضوع غلط ومسألة الزهريين هاي مسألة برضو دخل فيها بعض اللبس عند بعض الاشخاص هي اه يعني في لاحظت بعض الاشخاص تحدثوا عنها ولكن تحدثوا عنها ما اعطوها حقها بالكامل، يعني هي لسه فيها بعض المعلومات ان شاء الله راح نشرح السؤالين هذول في اقرب وقت راح يعني تكون حلقات ممتعه في هذول الموضوعين. سؤال دكتور لطفا لو تاخذ سؤالي وتجاوب اشرح لنا كيف نتعامل ونستفيد لما يقع الكوكب في البيت السادس والثامن والثاني عشر اللي هو بيت المتاعب يعني في بيوت متعبة كيف بنحولها لايجابية طبعا كل بيت بدك تاخذ عكسه يعني بدك تعمل بعكسه تماما يعني لما نيجي نقول البيت السادس فهو بركز على العمل حاول انك انت ما تتغيب عن عملك وحاول انك انت تدقق بملفاتك او بملفات اللي انت بتنجزها بالعمل على اكمل وجه يعني ما تهملها ما تحاول انك تاخذ اكثر من عمل مع بعض حاول انك تخلي علاقتك تكون جيده وممتازه مع زملائك بالعمل حاول انك ما تدخل بمشاكل او مشادات او مشاحنات معهم يعني هيك بتكون الأجواء أنت قدرت تتجاوز كثير من الأمور اللي عليك بالنسبة للبيت الثامن هو له علاقة بالأموال المشتركة ولكن هذا بيجيب أشياء لها علاقة برضو بصحة أحد الأقارب أو المقربين لإلك والبيت السابع له علاقة بعلاقتك مع الشريك وبرضو طاقتك بتكون ضعيفة وممكن في هذيك اللحظة أي حد يستفزك فعشان هيك بدك تضبط اعصابك في المرحله ما بين البيت السادس والسابع والثامن وتنتبه لصحتك برضه في هاي النقاط عشان انت تتجاوزها وتنجز اعمالك بالكامل وتدقق على الاوراق اللي بتوقعها او المعاملات او القرارات وحاول انه لو بالفتره هاي انت ما تتخذش قرارات حاسمه يعني حاول انك انت تفكر اكثر من مره وتستشير اهل الاختصاص البيت الثاني عشر طبعا لأنه هذا له علاقة بدخل في أكثر من باب يعني له علاقة بالناس اللي بتكيد لك له علاقة بالصحة له علاقة بالتغذية له علاقة بالمخالفة القوانين له علاقة بأمور لها علاقة برجال الأمن أو الدولة أو شغلات هاي فأنت بنفس الطريقة بدك تتجنبها هيك إيه أنت بتطلع من سلبية هاي البيوت مش أنه الشغلة إيه مثلا انك تنتظر لتصير المشكلة عشان انت تتجاوزها، انت بدك تتفاداها من البداية قبل ما تصير معك. سؤال دكتورنا إذا ممكن تحدثنا عن الأسهم مثل سهم السعادة، سهم المال، سهم الأب، وشو معناها ودلالاتها والاستفادة منها وتحديدها بالخارطة الفلكية. طيب انا راح اجاوب بكل شفافيه في هذا الموضوع الان في العلم القديم كان في شيء له علاقه بنقاط وهميه احنا بنسميها لها علاقه بمعادله رياضيه للحساب بنحدد من خلالها احنا اسهم معينه اللي هي قوى بتكون بقوتها او درجات بتكون بقوتها العالية فاحنا بنسميها لا مسمى القوة هاي على حسب البيت والدرجة فيطلق عليها اسم على حسب برضو تأثير الكوكب الموجود والكوكب المساعد اللي هو كوكبك بالنسبة لدرجتك او لبيتك يعني موضوع مش سهل الشرح انه كيف بتنحسب المعادلة هي لازم تكون عملية يعني بمعنى اخر احط خارطة فلكية واحسب لك المعادلة وأعلمك كيف تحسبها وتطلع هاي الاسهم طبعا الاسهم مش بالعدد اللي انت ذكرته الاسهم تطلع اعداد مهوله جدا يعني بتطلع قرابه الستين او ثمانية وستين سهم بتاخذ كل مجالات حياه البني ادمين السفر، الهجره، الموت، الصحه، المرض، مرض القريب، مرض البعيد، موت الشخص القريب، موت الشخص البعيد أنا ما بنصح أي أحد إنه يتعمق فيهن. شوف يعني أنا مش جاوبتك وقلت لك كيف تنحسب وراح أشرح لك إياها وفي برامج أساسا تلقائيا بس تطلع الخارطة الفلكية بتلاقي يحط لك سهم السعادة وسهم الحب وسهم الحياة وسهم الموت. هذول أربعة يعني من الأساسيات إنه حاطن على الخارطات الفلكية الأجنبية لأنه في اشخاص ما زالوا بيعتقدوا انه قوتهم او قوه هاي الدرجات لها تاثيرات على الامور اللي احنا ذكرناها انا بالنسبه لي ما بنصحك تتعمق فيها ما بنصحك انك تاخذ فيها واللي بحاول انه يشرحها او انه باخذ عليها على اساس انه هو يعطيك اياها او انه بقول لك سهم السعاده هذا بدل على هذا ما ما بتطلع المعادله يعني لما تيجي تحسب كمية من الناس على نفس حسابهم على سهم السعادة وتنتظر الحدث السعيد اللي بده يصير معاه بزوايا فلكية معينة لها علاقة بالتحول الفلكي أو الزوايا الفلكية السعيدة على سهم السعادة ما بتعطيه سعادة أو ما بتزبط معاه أنه يكون فيها سعادة المال نفس الإشي ما بتزبط معه يعني نسبة قليلة جدا ممكن أنها تزبط معهم ولكن مش الكل فعشان هيك بما انه ما اجى تاثير على المعظم انا بنفي هذا الباب من العلم او مش بنفي بمعنى انه بشطبه لا هو علم موجود بدك تتعلمه كفلكي بدك تتعلمه ولكن فيك تاخذ فيه وفيك ما تاخذ فيه يعني انا لما بيجي شخص بدي احسب له مثلا خارطه فلكيه ولا عمري أطلعت على أسهم السعادة والأسهم هاي أو أني أدخلها بتحليلاتي للخرطة الفلكية ما بتلزمني اللي بيركز بالكواكب وزوايا الكواكب ووجود الكواكب في البيوت والبيوت بيعرف شغلات كثيرة مهولة أكثر من هذا الأمر هذا الامر مش هالشيء الواو يعني او الشيء الخارق فهي المسميات في بعض الاشخاص بتطرحها وفعليا هم عارفين انها ما بتزبط بس هم بيطرحوها على اساس انه يفرد عضلاته فيها وفي نفس اللحظه يورجيك انه هو بيعرف في علم الفلك عشان يقنعك بالسلعه اللي بروج لها فعشان هيك بقول لك ما تاخذوا فيها يعني اسمعوها وما تاخذوا فيها لانه ما راح تفيدكم لانه كلها لو المال بيد الله رزق الله والموت بيد الله برزق الله وال والحياه و يعني كثير هاي ابواب غيب مطلق يعني ما ما بنصح حدا خليك في الغيب النسبي احسن لك سؤال دكتور سعيد بعض بيوت بعض الخارطة الفلكية بتكون أحيانا ممتدة لأكثر من برج يعني مثلا الطالع بيكون على درجة 26 قوس وممتد للبيت ممتد البيت الأول لنهاية برج الجدي هل أصبح بيت المال هو الدلو أم يبقى الجدي لا هذا اسمه بيت الآن بالأبراج أنت بالبرج العادي بتحكي برجي برجي انا القوس او برجي انا الجدي او برجي انا الاسد يعني الابراج عم مسمياتها ولكن لما تحكي بيوت ما بتحكي بيتي انا بالجدي او بيتي كذا بالدلو هذه بتيجي للمحلل للي بحلل الابراج هاي هو اللي بتطلع عليها كبرج او بتطلع على الابراج ايش اللي اجت في البيت انت خذها كبيت يعني لما يدخل الزهرة على بيتك الأول تحسبه من درجة 26 لغاية ما يدخل لنهاية برج الجدي ماشي حتى لو دخل في بداية الدلو تأخذه من ال 26 لبداية برج الدلو فما تأخذه أنت هذا بيت المال تأخذه من الدرجة اللي دخلها في برج الدلو لا امتدادها إذا وصلت للحوت أو وصلت لطرف الدلو تأخذه كبيت يعني هذا بيت الأول بيت الثاني بيت الثالث ما تأخذه وين موجود ما تأخذه في أي برج خذ الكوكب لما بدخله من الدرجة 26 لا يطلع من الدرجة 30 يعني 26 رقم بتكون درجة واحد بالنسبة للبيت الدرجة 30 بالنسبة للبيت لما بغادرها خلص اعرف انه هنا غادرها قاعد يومين قاعد اسبوع قاعد ثلاث اسابيع خلص هذا بيتك هذا البيت اللي بتعلق في مثلا بيت الشخصية هذا البيت اللي بتعلق في بيت المال اخذ برج اخذ اثنين اخذ واحد ونص اخذ اقل من برج انت ما الك فيه، انت بتاخذه كبيت لا تاخذه كبرج هاي نصيحة عشان انت ما, ما تضيعش بالرسومات سؤال أو مش سؤال <applause> عزيز الدكتور سعيد والله أنا ضحكت مش رح أزعل يعني مش زعل والله ما هو زعل ما, ما تزعليش مني أخت سلوى عزيز الدكتور سعيد ليش بتعتمد توقيت جرينتش وإحنا عرب بنتبع توقيت مكة المكرمة ولا إحنا لازم نتسمح بالأجانب نتمسح بالأجانب متابعينك عرب من كل مكان والكل بيمشي على مكه المكرمه، ليش تجبرنا ندور توقيت غربي؟ طيب اول شيء توقيت مكه المكرمه هو محسوب على توقيت جرينتش. لانه لما تفتحي انت اساسا بقول لك انه توقيت مكه المكرمه زياده زائد ثلاثه جرينتش. يعني هو توقيت عالمي ما مالوش علاقه لا بالاجانب ولا له علاقة بالعرب ولا له علاقة بكل الكرة الأرضية هذا توقيت اللي هو خط جرينيتش اللي هو محور كرة الأرضية ما لهش علاقة لا حطه أجنبي ولا حطه عربي بتأخذ منه من اليمين هذا ولا زائد زائد ساعة زائد ساعتين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة لتوصل توصل إلى آسيا بتأخذ من هذا الخط للشمال بصير ناقص ساعة ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة هذا واحد فعشان هيك توقيت جرينتش هو التوقيت العالمي المعتمد في كل العالم إن كان لطيران وإن كان لأرصاد وإن كان لإيش مكان هو توقيت جرينتش الآن في الوطن العربي الناس بتسمع توقيت مكة عشان تحضر مسلسل او تحضر دعايه تعودوا على توقيت مكه في الوطن العربي، انا متابعيني انت بتعتقدي انه متابعيني من الوطن العربي، والله اقل المتابعين هم من الوطن العربي، شو رايك؟ والله الم... يعني ما بدي اظلني احلف ايمان، المتابعين اللي من الوطن العربي بيرفضوا يحط لي لايك. معظمهم مش كلهم انا بحكي. متابعيني من الوطن العربي بيشتركوش بالقناة متابعيني من الوطن العربي بيخجل يحط التعليق عشان ما ينعرفش انه من الوطن العربي هدول قلة طبعا اللي يعني قلة اللي بيعلقوا عندي وقلة اللي بيحطوا اللايك وقلة اللي بي بيشاركوا معي في القناة ف تقوليش كل اللي بتابعوه معظم اللي بتابعوني هم من أوروبا ومن كندا ومن أستراليا ومن يوزلندا. من كل بقاع الارض اقول لك من اماكن دول يمكن انت تستغربي منها من موزمبيق في ناس بتتابعني طبعا احنا على اليوتيوب اساسا بيطلع لي الخارطه وبيطلع لي من كل دوله كم واحد شاف الحلقه انتم بتفكروا انه اليوتيوب ذكي جدا يعني هاي الخارطه تاعته او الخطه اللي كيف الطريقه اللي بحسب فيها طب ما انا كل حلقه بدخل بشوف الحلقه هاي انسمع منها قديش انسمع منها 20% كاملة نسمع منها 10% كاملة ما من انسمعش منها ركزوا على البرج هذا أكثر من البرج الثاني فبعرف مين دخل على الأبراج أي نو أفضل برج من الأبراج ما بأخذ أنا يعني الشغلة هذه لها حسابات لها شغلات معينة إحنا بنطلع عليها فعشان هيك أنا لما بشوف شغلة بطرحها وبشوف ما في عليها إقبال خلص بسحب منها لأنه اليوتيوب بحكي لي إنه ما حدا تابع الجزئية هاي، فليش أنا أستمر فيها جكر في حالي يعني؟ فعشان هيك أنا لما بحط توقيت توقيت جرينتش أنا عارف لمين أنا حاطه. ما بتفرق، بغلبي حالك بس ادخلي بما إنه أنتِ في السعودية المملكة العربية السعودية الشمال ساعتين زائد ساعتين عن التوقيت اللي أنا بحكيه، والجنوب زائد ثلاثة عن التوقيت اللي أنا بحكيه. خلصنا انتهينا يعني ما مش بحاجة لأنك أنت تتعبي ممكن تعملي سيرج أنت عن المدينة اللي أنت موجودة فيها في, مك... في 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 السعودية المملكة العربية السعودية وتحددي أنت قديش بتزيدي عن, عن 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 جرينتش بس كتبيها على جوجل يعني جوجل ما أنتم بتفتحوا جوجل على كل إشي افتح جوجل انا المدينه هاي تبعتي يا عمان قديش عن توقيت جرينتش بعطيني عمان زائد اثنين بال بالشتاء وزائد ثلاثة بالصيف في توقيت صيفي يعني. عنا. بسوريا نفس الاشي في مقديشو نفس الاشي في الصين نفس الاشي بتكتب عليه بعطيك عن جرينتش قديش وخلصنا بتزيد الوقت على الوقت اللي انا بحطه بتطلع معك المعادلة صحيحة او بتنقصه على الوقت اللي انا بحكيه اعذريني معلش يعني سامحيني اني انا رديت بالطريقه هاي مش اني انا تماشيت مع كلامك لانه هذا الاهي الحقيقه يعني ما بنكرها يعني. سؤال السلام عليكم دكتور ما رايك بتفسير الاحلام وما هي رخصه مفسر الاحلام وما الضوابط التي يجب ان تكون في شخص المفسر وما عواقبها يا سلام يا الله ما أكبر سؤالك <تصفيق> <تصفيق> أختصر لك إياها يعني على طول اختصار سريع على طول امسكو حط سيدنا يوسف جنبه والعياذ بالله بتشبيه يعني فإذا هو بأخلاق سيدنا يوسف بعلم سيدنا يوسف بكفاءة سيدنا يوسف فهو مفسر أحلام يعني ذو دين ذو أخلاق مخلص غير مغرور غير متبجح يعني بده يكون بأخلاقه أقل ما فيها خليه هيك وبعدين بتقول آه والله مفسر أحلام هاي هاي أبسط شغلة لأنه أولا تفسير الأحلام نوعين في تفسير أحلام عشان أنا أشرح لك إياها لما ما تتعقدش من الأمور عادة الحلم ما بيعرف تفسيره الا صاحبه، لانه مجرد ما يصحى من النوم بحس فيه. وبلمح تفسيره داخليا من جواه من اعماقه هيك بحس بتفسيره انه خير ولا شر. هذا واحد، ولو ركز فيه شوي بيطلع انه تفسيره ايش هو. لانها رسالة إلك. هذا الحلم رسالة لك، أنت صاحب الرسالة هذه اللي اجتك عشان أنت أكيد بتعرف تفسيرها. مش شخص ثاني بيعرف تفسيرها. الآن احنا كل المفسرين اللي موجودين على الساحة هم مفسرين لكتاب لك واحد. أو بدناش خليهم كتابين يا سيدي، كتاب ابن سيرين لتفسير الأحلام بجيبوه بحفظوه وبصير يفسر لك زي ما فسر ابن سيرين لاشخاص تختلف معيشتهم وحياتهم وطبيعتهم وبيئتهم وظروفهم ومع كل ظروفهم تختلف. فالحلم أجا الهم والتفسير الهم مش للشخص اللي بعد الاف السنين او بعد مئات السنين أجا ولكن احنا عايشين على نفس الفطره يعني انه ناخذ زي ما حكى فسرها هيك ابن سيرين او هيك فسرها النابلسي. بنأخذ من هذا ونأخذ من هذا ومنجربها لأقرب صيغه بعدين بنقول لك هيك بيطلع الحلم ولكن هو فعليا الحلم انت صاحب تفسيره الان في نوع ثاني من التفسير وهذا طبعا اللي بيبدع فيه ويبرع فيه ومميزين فيه راح تتفاجئ هم هم الاشخاص اللي بيشتغلوا في التحليل النفسي <applause> التحليل النفسي طبعا والناس ممكن اشخاص يقول لك شو شو دخل علم النفس بالاشياء لا علم النفس اساسي في هاي الامور لانه في قواعد اسمها طريقه فرويد فرويد العالم فرويد اللي حط قواعد علم النفس الاساسيه هو اعتمد على الاحلام في قواعده لتحليل المرض او تحليل المصاب من ايش مصاب يعرف انه هم من ايش اكثر شيء بيحلم بالموت بيحلم بالخطف بيحلم بالطيران بيحلم في يعرف المرض النفسي تبع هذا الشخص ايش هو فالاحلام ما حدا يستهين فيها وكثير من النصابين موجودين على الساحه بكونوا مفسرين احلام لمقارب اخرى يعني بيبقى بداية حياته مفسر أحلام وبطلع عشان ياخذ على الاتصالات يلم مصاري وبعدين بيصير شيخ وإمام الأمة. عادي جدا يعني هو بيكون بده يوصل لهذا المكان ومش كل شخص بيقدر إنه يعيش هاي اللحظة في تفسير الأحلام هذا يعني إشي واضح يعني مش الكل يعني أنا مثلا مش كل شخص بيقول لي عن حلم بقدر أفسر له إياه. في اشخاص لا بعرف تفسير الحلم ولكن بمتنع عن تفسير الحلم لاني مستحيل اني انا افسر لشخص شيء سلبي بحاول ابشره عكس الحلم يعني اقول له شيء منيح دائما حاول انك تفسر احلامك بانها شيء منيح لا تفسرها بانها شيء غلط او شيء بخوف او مرض او موت او او الى ما لا نهايه حاول انك تفسرها او تحس فيها على انها شيء منيح عشان تتحقق تتحقق زي ما انت حكيتها وارجع لصورة سيدنا يوسف لما فسر الحلم للأشخاص اللي كانوا معاه في السجن فوقع الحق يعني لما فسر ثبت تفسيره كأنه هو الشيء اللي بده يصير معاهم فعشان هيك لا تستهينوا بالأحلام طيب بالنسبة لسؤالنا الأخير يسعد مساك دكتور سعيد ويقويك ويزيدك من العلم يا رب اللهم أمين وما يجعل حج علينا يجعل حج معنا وينفعنا وينفع في الأمة شكرا لك شكرا على كل جهودك ممكن تفسرنا عن شهر تموز لأنه سمعت شخص آه انه هناك حقد وكراهية للناس في هذا الشهر والمريخ وزحر راح تكون آه يكونوا متعبين فيه فهل هذا صحيح والله شوفي هدى آه هو هذا يعني انا ما بعرف كيف هذول آه ما هو هذول بيجتهدوا كل واحد يطلع في إشي جديد يعني الكراهية والحقد ما هو أساسا أي واحد يسمع آه والله بكرهوا بعض هايهم بيهاجموا بعض على الفيسبوك وبيهاجموا بعض على تيك توك وهي على المشاهد فبقول لك والله زبطت مع حكي الزلمة يعني شو جاب إشي جديد ما هي أساسا الحقد والكراهية موجودات بالمريخ ولا وزحل ولا مش موجودات فهذا إشي آه هذا نوع من أنواع اللي بيرمي زي اللي بقول لك شفت معلش تاخذونيش على الكلام اللي انا بدي احكيه شفت رايه غريبه في الاردن مثلا هيك رايه ترتفع في الاردن غريبه فبيجي اخر اخر السنه يعني ما فيش رايه ارتفعت فبدوروا على ولد صغير شالح بنطلونه وبركض فيه <applause> وبيسلطوا الاعلام عليه وبيجوا بيقولوا لك تعون السوشيال ميديا هي حكاها بالضبط والله حكاها راية غريبه هاي طلعوا شو عامل الولد هذا رافع راية غريبه بالله <applause> ف ودخان مش عارف ايش في هيك وصدمه دخان طيب ما الدخان يعني حريق اكيد الناس بدها توقف عشان تصور وفي ناس بدها تكون مصدومه من الناس اللي بتصور ومن المطاف اللي ما اجتش فلما بده يصور وين ما تود لفت الصوره بركبوا كلامه على الاشي اللي حكاه بتطلع معاه واو تنبأ فيها اجت معاه 100% وقول هذا كلياته ما تاخذي في هذا الكلام يا خيتي المريخ هو اساسا هو متعب وضاغط بشكل كبير وين ما راح وين ما وجد وين ما سوى وزحل بتراجع والمريخ موجود بالاسد يعني هو بده يشكل زاويه بينه وبين اورانوس ايش دخل زحل في النص يعني ما في اي زاويه اساسا بين المريخ وبين زحل زاويه التقابل الموجوده بعيد كثير يعني لما بدها توصل لأوجه لأوجه ويصيروا مقابلة كاملة يعني ما بتعطي الإشي اللي هو بيحكي عشان هيك ما تأخذوا كثير بالكلام هذا في أهم من الكراهية هذا ربنا يلطف بالعباد من أمرين غلاء الأسعار وجوع الناس وجور الحكام علينا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا وتوقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء